أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. على ما يؤشر مقاطعة الشعب العراقي الكبيرة للانتخابات، بحيث وصلت المقاطعة لمستويات قياسية تقريبا بنحو 80%. محللون ومراقبون للشأن العراقي يرجعون العزوف عن المشاركة في الانتخابات إلى وعي الشعب المتزايد، وعي الشعب العراقي بالمآسي والويلات التي رأوها بأعينهم والتي جلبها ساسة المنطقة الخضراء وعمليتها السياسية التي وضعها المحتل الأمريكي وأسسها، والتي كانت السبب في سرقة أموال العراقيين بمئات المليارات من الدولارات، وحطمت آمالهم ببناء بلدهم وكذلك نيل أبسط حقوقهم الإنسانية، وسلمت بلادهم لشبح الحروب الأهلية، وصادرت حقوقهم حتى في التعبير عن الرأي. ولكن ما الذي سينتج عن هذه الانتخابات، انتخابات عام 2018 التي قطعها أغلب العراقيين؟ إلى أي مدى هذه الانتخابات هي شرعية ووفق الأسس الديمقراطية التي يتحدثون عنها أو يتحدث عنها واضعوها؟ وكيف يفسر هذا التزوير الكبير في هذه الانتخابات بالأدلة والبراهين والبراهين القاطعة والتي يتحدث عنها حتى السياسيون أنفسهم؟ هل التزوير هي سمة العمليات الانتخابية السابقة كلها؟ ولماذا في هذه الانتخابات الحالية كان هذا التزوير على المكشوف؟ على الرغم من اعتبار القوى المناخضة للعملية السياسية أن تلك العملية برمتها باطلة وأن ما ينتج عنها منذ البداية غير شرعي، ولكن هل جاءت هذه الانتخابات قاصمة لظهر العملية السياسية في العراق؟ كيف كان دور الشباب العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على الشارع العراقي وزيادة رفضهم للمشاركة في هذه الانتخابات عبر فضح السياسيين وفسادهم، وكذلك دعوتهم إلى عدم انتخابهم مرة أخرى، وأنه لا بد من التغيير الشامل الجذري لإنقاذ العراق؟ كل هذه الأمور سنناقشها في هذه الحلقة للتعرف على ملامح عراق ما بعد انتخابات عام 2018. أرحب بضيفي مشاهدينا الكرام في استوديو السيد حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسين. حياكم الله. وأيضا أرحب من السويد بالسيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض وكذلك الباحث والمحلل السياسي. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام فاصل ونبدأ النقاش، كونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، هو يعني مقاطعة كبيرة للشعب العراقي للانتخابات الحالية، انتخابات عام 2018 تقريبا 80% كنسبة، نسبة كبيرة. هي مقاطعة ربما يصفها البعض أنها مقاطعة نوعية وليس كما يروج البعض أنها عدم اكتراث. أبدأ بهذا المحور مع الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. كيف تابعت أستاذ حسين سير الانتخابات؟ يعني أنا تابعت الانتخابات، نعم هناك نسبة مقاطعة كبيرة، وهذه أكبر نسبة، يعني أكبر نسبة مقاطعة تمر من 2003 إلى الآن. ولكن خلينا أن ندرك أنه نسبة يعني نسبة المشاركة لا تبطل شرعية الانتخابات في جميع العالم، ليس في العراق فحسب. العراق هو يعني وضع السياسي ووضع الديمقراطي ووضع الانتخابات به، يعني هي متهرية، ولكن نسبة المشاركة لا تسقط شرعية الانتخابات. يعني حتى الآن لو في أوروبا في أي انتخابات شارك فيها نسبة 15% فهي تبقى شرعية، لا أحد يستطيع أن يسقط شرعيتها. ما يسقط شرعية الانتخابات هو التزوير. التزوير يسقط شرعية الانتخابات. كان في هذه الانتخابات تحديدا نسبة تزوير كبيرة وتميز في مناطق عن مناطق أخرى، يعني منها موثق فيديويا ما يصل الحال إلى أنه مدير الانتخاب أو أحد أعضاء يعني المفوضية العليا يقول أنه موظفين رهائن في مركز انتخابي. يعني هذا معيب على 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 العملية الانتخابية، أنه هذا يفقد شرعيتها. التصوير الموثق فيديويا هذا يسقط شرعية الانتخابات، أما نسبة المشاركة لا تسقطها. يعني في انتخابات 2004 أعتقد يعني ما شارك 5%، وبالتالي بقت شرعيته ومضت. فالشرعية نسبة المشاركة لا تسقط شرعية الانتخابات، ولكن الذي يسقط شرعية الانتخابات هو التزوير والمخالفات القانونية
والدستورية لهذه الانتخابات. أعتقد حدثت مخالفات وخاصة في كركوك وفي مناطق النازحين تحديدا، والأسلوب الحديث للانتخابات هو الأسلوب الإلكتروني الذي هو غير مكتمل. يعني أولا هو غير واضح للناخب، وأداؤه يعني كان فيه شبهة كبيرة خصوصا من بعض الساسة اللي تكلم، بعرف هل الساسة هم لأنه بسبب خسارتهم تكلموا على هذا الجهاز أم هو فعلا هذا الجهاز يعني يعني الهارد مالت الجهاز كانت يعني موزعة على محافظات أخرى. فهذا معناها أنه هناك خلل كبير في هذه الانتخابات، ولكن أبقى أقول أنه نسبة المشاركة لا تسقط شرعية انتخابات عدا التزوير، والتزوير حصل. نعم أستاذ حسين، أرحب بالأستاذ لبيد الصميدعي الباحث والمحلل السياسي. أستاذ لبيد مرحبا بك مرة أخرى. يعني نسبة المشاركة لا تسقط شرعية الانتخابات، ولكن ما يسقطها هو التزوير كما تحدث الأستاذ حسين، إلى أي مدى تتفق معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلي أنا أحييك وأحيي ضيفك الكريم. عودة إلى سؤالك، أنا أعتقد أن العملية الانتخابية تكون صافة إذا خفضت مستوى التشارك، وفي أوروبا يراعون هذه المسألة. لا أعرف أن هناك سقف معين إذا انحدرت نسبة المشاركة في الانتخابات تسقط الانتخابات، لكن أعرف أن الانتخابات لا تعود تمثل الرأي العام للشعب أو النواب البرلمان، لا يعود يكونون ممثلين حقيقيين للرأي العام إذا خفضت مشاركة ناخبين إلى حد سواء دون 20%. هذا الانخفاض يؤكد كما أكدت كثير من الهيئات المستقلة التي راقبت الانتخابات، يؤكد أن الانخفاض وصل إلى ما دون 20%. حتى لو كانت دون 3%، فإن هذا يعني بكل وضوح بأن عزوف الناخبين عزوف الجمهور عن الانتخابات يعني أنهم رفضوا للعملية السياسية ورفضهم للممثلين أو المرشحين من الطرح وأنفسهم ممثلين للشعب. فالانتخابات بجوهرها الانتخابات الأخيرة بجوهرها انتخابات صادقة ولا تمثل سلطة حقيقية، سلطة تشريعية حقيقية. أستاذ حسين، كيف تكون الانتخابات يعني التي يعني أساسها عملية سياسية وضعها المحتل؟ البعض يقول بأن هذه الانتخابات هي ليست شرعية أساسا لأنها تستند إلى عملية سياسية وضعها المحتل، وكل ما جاء به المحتل هو غير شرعي، أي أن نتائجها غير شرعية وهي نفسها غير شرعية، فكيف إذا تكون هناك انتخابات يعني لا تسقط إلا بالتزوير؟ يعني أنا شوف أحب أقول لك أنه جميع منطقتنا العربية تحديدا أنها هي تحت نفوذ المحتل، ولم تتحرر ولم تستقل بقرارها وبإرادتها كاملة من الحرب العالمية الأولى إلى الآن. لا توجد لدينا دولة تمتلك قرارها كاملا، سواء كانت محتلة بالنفوذ أو محتلة عسكريا أو محتلة سياسيا. قضية أنه هذه العملية السياسية جاء بها المحتل، نعم جاء بها المحتل، والمحتل الآن خرج ودخل من الشباك، خرج من الباب ودخل من الشباك. أنا أقصد أنه لابد لإدارة البلد، إدارة بلدك، أنه عندما تقوم عملية ديمقراطية وعملية انتخابات عليك أن تقوم بمهنية في أداء يعني في إدارتها. يعني علينا كيف ننجح الانتخابات؟ أنا من وجهة نظري نجاح الانتخابات في الرقابة دولية على هذه الانتخابات. لماذا ترفض الحكومة الرقابة على هذه الانتخابات؟ لماذا رقابة من قبل منظمات مدني، مجتمع مدني، سواء كانت أوروبية عربية كذا؟ يعني لكل مرشح لديه أكثر من 100 مراقب، ويرفضون مجموعة مراقبين من الدول الأخرى. القضية قضية تزوير، أما وضعها المحتال، نسبة مشاركة قليلة، الشارع عزف عنها، كل هذا لا تسقط شرعيتها، هي ماضية بأي حال من الأحوال ماضية. والانتخابات هذه تتعامل معها الدول الكبرى والدول الإقليمية، جميعها تتعامل مع نتائجها. يعني لو أن ولكن كيف تضربها أنت وكيف تسقطها بالناحية القانونية، أن هناك تزوير فاضح في هذه الانتخابات. في حال يعني الانتخابات طبعا مضت وأنت وصفتها بأنها يعني ربما أنها شرعية،
وقيمة وفق أسس ديمقراطية تحدثون عنها هم. البرلمان القادم والحكومة بحسب ما يرى مراقبون أنها غير شرعية، لأنها بالأساس وضعها المحتل الأمريكي وجاءت بعد الاحتلال. إذن يعني التركيز على أن كل ما تنتج عنه هذه الانتخابات هي غير شرعية، كيف بالتالي تستوي أن يستوي الحديث عن أن شرعية نتائج الانتخابات هي أمر بديهي وأمر طبيعي؟ لا مو قضية أمر بديهي أو أمر طبيعي، وإنما أمر واقع. نحن نتكلم عن حالة أو أمر واقع، لا نتكلم عن حالة لا بديهية ولا مثالية. هناك أمر واقع، هناك نعم حدث احتلال وأسس لعملية سياسية، وخرج هذا الاحتلال وعملية سياسية بقت باقية، ولكن المجتمع والدول الإقليمية والعربية جميعا تتعامل مع هذه العملية السياسية ونتاج هذه العملية السياسية. اليوم الحكومة العراقية سفاراتها وممثليها والدول الإقليمية جميعا تدعم السيد العبادي والوزراء والآخرين. فبالتالي هناك أمر واقع، نتعامل مع واقع، نتعامل مع حالة مثالية أبدا. نقول هناك أمر واقع، خلونا نصلح هذا الواقع. العملية الانتخابية يجب إصلاح. كيف تصلح؟ أنه يعني قضية التزوير والرقابة عليها حتى تستطيع المكونات العراقية للمشاركة. بعدين الانتخابات العراقية هي ليست انتخابات لانتخاب رئيس وزراء، يعني ليس بهذا المفهوم، ولا هي انتخابات رئاسية كما هي انتخابات مصر وبشار وغيرها تحسم 97% و90%. لاحظ أنت في هذه الانتخابات بما فيها قائمة رئيس الوزراء لم تفوز، بما يعني قائمة النصرية ما فازت، فازت قائمة سائرون مال مقتدى الصدر، وجميع القوائم اللي فازت لا تستطيع قائمة تشكل حكومة. فالقضية في العراق قضية معقدة، هناك مكونات، هناك أحزاب، هناك أعراق، هناك كل هذه تتجسد خلوها في هذه الانتخابات، مخرجات هذه الانتخابات تمثل هذه المكونات. فبالتالي الغياب والمقاطعة عن الانتخابات تحتاج تكملة المشروع. أنا أقول يعني من قاطع الانتخابات والنسبة تقريبا 75 أو 70% حسب التقارير الأخرى، يعني عليهم أن يكملوا المشروع، لا يمكن أن يتوقف عند المقاطعة وانتهت. طيب أيضا أقول الانتخابات، أبي يقول لك أنا أجريت الانتخابات وماضي بتشكيل حكومة وماضي بتقسيم وزارات وماضي بكذا. طيب أنت قاطعت الانتخابات ثم ماذا بعد؟ لازم تكمل المشروع. أستاذ لبيد الصميدعي، التزوير الكبير لعله سمة كل العمليات الانتخابية السابقة، ولكن في هذه الانتخابات الحالية كان أكثر وضوحا وأصبح على المكشوف، ماذا يدل ذلك؟ نعم بالتأكيد أكثر وضوحا هذه المرة، والتزوير واضحا جدا بالحقيقة. وعلى ذكر التزوير على سبيل المثال، نذكر ما صرح به أحد الأعضاء البارزين في المفوضية العراقية للانتخابات سعيد كاكاي، قال أن كان هناك اختلافا كبيرا خصوصا في المحافظات السنية والمحافظات الكردية، اختلافا كبيرا بين النتائج التي وصلتنا على الحاسوب الإلكتروني وبين النتائج التي استلمناها من الدوائر عبر اليو اس بي. يعني هناك فارق كبير بالحقيقة، وحسب القانون هكذا يقول، حسب اللوائح إذا تجاوز هذا الفارق 10% فتكون النتائج ساقطة بالحقيقة. وكانت يذكر هنا في هذا السياق، يذكر أن في الأنبار كانت الفوارق حوالي 30% وفي نينوى حوالي 50% وفي كركوك 70%، يعني متجاوزة جدا، متجاوزة حد سقف 10% المسموح به. هذا من ناحية. أضف إلى ذلك ما أشار إليه ضيفكم الكريم في التوثيق بالفيديو، رأينا كثيرا من مقاطع الفيديو التي تؤكد عملية التزوير والتدليس في عمليات في الانتخاب. وهناك وصلتنا أيضا مكالمات هاتفية مسجلة من قبل وزراء ومن قبل نواب يتكلمون عن بيع البطاقات الانتخابية من قبل عوائل ومن قبل عشائر لصالح مرشح دون مرشح آخر. عمليات التزوير فاضحة بالحقيقة كانت، بحيث وحتى التلاعب بمسألة المشاركة إلى حتى قبل ساعات من نهاية الانتخابات قالوا أن نسبة المشاركة بحدود 30%، ثم في اليوم التالي قالوا رفعوا إلى حوالي 46% نسبة المشاركة.
عمليات التزوير بالحقيقة ليست جديدة، عمليات التزوير شهدتها الانتخابات وشهدها قبل الانتخابات التصويت على الدستور. نتذكر على سبيل المثال هذا الدستور الذي هو الدستور المزق الذي وضعه الصهيوني فيلدمان، لم يصوت عليه بالحق، لم يصوت عليه بنعم. على سبيل المثال في محافظة نينوى نتذكر أن نسبة المصوتين بلا كانت نحو 67%، بينما المصوتون بنعم لم يصلوا إلى 30%، وكانت هناك بطاقات فارغة. وكذلك في محافظة صلاح الدين رفضت الدستور، لكنهم عادوا مرة أخرى وشحنوا الصناديق ببطاقات النعم، بحيث ارتفعت نسبة المشاركة أو نسبة الموافقة في محافظة نينوى إلى 51%، وكذلك في صلاح الدين. الانتخابات كلها على مر المراحل التي مر بها العراق هذه المرة الرابعة كلها كانت شهدت تزويرا بالحقيقة، بالإضافة إلى عمليات الترهيب والعمليات الترغيب التي تمارسها الميليشيات والعصابات المسلحة التي استفحلت في العراق وتكاثرت عبر الزمن، بحيث وصل عددها نحو 80 ميليشيا مسلحة في العراق. نعم أستاذ حسين، إلى أي مدى ترى أن هذه الانتخابات يعني هي قاسمة لظهر العملية السياسية؟ يعني كما أنت تعلم والكثير يعلمون بأن هذه الانتخابات لم تلد سوى سياسيين لم يقدموا شيئا للعراق غير الفساد واتساع نطاق الفوضى وتسليم العراق لشبح الحروب الأهلية. لم يجني العراقيون من هذه العملية السياسية أو الانتخابات منذ عام 2005 وحتى 2018 لم يجنوا شيئا. يعني من وجهة نظرك، مع هذا العزوف والمقاطعة للانتخابات، هل كانت عمليات التزوير وهذه المقاطعة هي قاسمة لظهر العملية السياسية؟ أنا أعتقد العملية السياسية هي مفروضة، هي ليست بإرادة وطنية جاءت حتى نقول قاسمة ظهر، هي مفروضة عليك من قوى عظمى، من قوى إقليمية، من قوى دولية. فبالتالي سواء قسم ظهر هي ماضية وهي مفروضة عليك. أنا أعتقد أنه الانتخابات هذه نسبة التزوير فيها مهما كانت ونسبة مهما كانت هي ستمضي نتائجها وتفرض على الشعب العراقي. ما يميز هذه الانتخابات كما ذكر الضيف هو بيع الأصوات، وهذا في قانون الانتخابات هناك قانون يقول أنه فاقد الأهلية لا يحق له التصويت، وكان خلاف حول متلازمة داون والمنغولين هل يحق لهم التصويت أم لا. في حقيقة الأمر أنه لا يوجد منغولي باع صوته، لا يوجد أي منغولي باع، وكثير من هؤلاء باعوا أصواتهم، فهؤلاء فاقدي الأهلية، من يبيع صوته فاقدا للأهلية. ولهذا السبب هذا قانون انتخابات العراق يعني موجود النص مالته. لهذا السبب احنا نقول عندما الناخب يبيع صوته، المشكلة ليست فقط في المرشح، هذا المشكلة في الشعب وفي الناخب الذي يسمح لنفسه أن يبيع صوتي. من حقك أن تروح تتلف صوتك، تروح تأخذ البطاقة مالتك وتكتب عليها الأكس غير مقتنع، وظهرت بعض البطاقات. أما رجل أو عائلة أو عشيرة تبيع أصواتها لمرشح هي تعلم أنه فاسد، فتأكد هو الفساد إذا أصبح متبادل ما بين المرشح وما بين الناخب، وهذه طامة كبرى يعني طامة حقيقية. سابقا ننقد المرشح الفاسد، ولكن ما بالك بالناخب الفاسد وفاقد الأهلية؟ فإذا الموضوع أصبح يعني أخذ مساحة الأفقية والعمودية داخل المجتمع العراقي، ولا يمكن أنه فقط ننقد المرشحين وننقد الساسة ونترك شعبنا اللي بدأ ينخر بيه الفساد وبدأ ينخر بيه سوء الخلق وبدأت بيه تنخر كثير، زالت منه كثير من القيم. يعني مع الأسف علينا أنا كلام يقول أنه إما هناك يعني توافق وطني ونحن هذا الذي نحتاجه في العراق، لا نحتاج انتخابات ترى، ولا نحتاج تدخل إيراني ولا أمريكي ولا كل شيء، نحتاج إلى مشروع وطني أو مصالحة وطنية تحت سقف الدولة برعاية أممية، هذا الذي يصلح للعراق. غير هذا هو مجموعة مشاكل ومجموعة صراعات ومجموعة دماء واستنزاف للأموال واستنزاف للاقتصاد. مصالحة وطنية على مستوى الدولة، وعلينا أن نميز ما بين الدولة والحكومة. الدولة اللي هي تشمل جميع مؤسساتها
وجميع دوائرها وتسمع جميع شخصياتها وكياناتها، هذا الدولة. أما الحكومة لا، الحكومة زائل 4 سنوات تأتي تسوي مصالح على مزاجها، والحزب يسوي مصالح على مزاجها. لهذا السبب وبرعاية أممية، هذه مشكلة العراقيين الذي يحتاجوا حتى يخرجوا من هذا النفق المظلم الذي دخلوا فيه منذ 2003 إلى الآن. وبعدها ممكن أن تجري انتخابات وبإشراف أيضا. أنا ما زلت أقول أن العالم العربي يحتاج إشراف على انتخابات الذي يجري، لأنه لا توجد أي انتخابات عربية نزيهة وشفافة. أستاذ لبيد، الانتخابات مهما كانت نتائجها ستفرض هذه النتائج على العراقيين فرضا، إلى أي مدى تتفق مع ذلك، مع ما قاله الأستاذ حسين؟ هذا الكلام صحيح، والحقيقة هي أن الاحتلال فرض على العراقيين فرضا، يعني كل الادعاءات التي ساقها الامريكان وحلفائهم الغربيون والتي تدرعوا بها من اجل غزو العراق واحتلاله واستباحته كانت كلها واهيه، وتبين انها واهيه، ولكن مع ذلك فرضوا، اصبح امرا واقعا، الاحتلال اصبح امرا واقعا، والعراق اصبح في مهب الريح، احتلته امريكا ثم بعد ذلك تسلمته ايران على طبق من ذهب، وفرضت العملية السياسية فرضا. وكما أسلفنا قبل قليل، الدستور تم فرضه على إرادة الشعب، وتم تزوير إرادة الشعب على أساس أنهم صادقوا على الدستور. الدستور كله يفرق الشعب ويقسم الصف الشعبي ويمزق النتيجة الاجتماعي. كيف نصدق بأن الشعب وافق على أن على دستور يزرع الفرقة في داخله، وقد كل الكوارث التي تعرض لها الشعب العراقي والحروب الأهلية التي ما زالت تمر في وسائل متباينة كلها ناتجة عن هذا الدستور الملغوم، وناتجة عن العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية. فهذه العملية التي فرضت على العراق بالتأكيد أدت إلى نتائج أخرى مخرجاتها تفرض أيضا على الشعب العراقي، ومنها هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات تستمد ما يسمى شرعيتها من العملية السياسية بالأساس. الشعب العراقي رافض بالحقيقة، الضمير العراقي رافض هذه العملية السياسية برمتها، لأنها لم تجلب له إلا الويلات ولم تجلب له إلا الفساد. وأكبر دليل على رفض العراقيين لهذه العملية هو عزوفهم عن هذه الانتخابات التي وصلت إلى دون 20%، وحتى لو صدقنا كذبة الحكومة بأنها وصلت بحدود 45% المشاركة، فهذا أن أكثر من نصف الشعب العراقي رافض المشاركة في هذه الانتخابات بسبب الخيبات التي صدم بها وبسبب الفساد. بعد هذا العزوف عن الانتخابات أستاذ لبيد، بعد هذا العزوف عن الانتخابات بهذه النسبة الكبيرة، القوى المناقضة للعملية السياسية يعني كانت تتحدث ولا زالت بأن هذه العملية عملية باطلة، وكل الانتخابات وما ينتج عنها هي باطلة، لأنها قائمة بالأساس على يعني مبادئ غير شرعية وباطلة بالأساس. يعني الآن من وجهة نظرك، يعني بعد هذه الانتخابات، يعني كيف تصف حال العملية السياسية؟ إلى أي مدى تأثرت بازدياد وعي العراقيين ببطلان هذه العملية السياسية؟ نعم، الموقف الأساسي للقوى المناهضة للاحتلال ثبت مع الأيام أنه هو الموقف الصحيح، لأن ما بني على باطل هو باطل، وكل إذا كانت المقدمات خاطئة فإن النتائج ستكون خاطئة. ونحن لا نتكلم عن خطأ، وإنما نتكلم عن كوارث. كارثة الاحتلال جلبت عملية سياسية زرعت فيها الفتنة وزرعت فيها الفرقة، وأدت لذلك أدت إلى الكوارث التي مر ذكرها. مئات الآلاف من العراقيين، أما منهم من قتل ومن هجر، هناك أكثر من 1,000,000 مهجر عراقي حاليا. كل هذه الكوارث وغيرها الكثير ناتج عن العملية السياسية القائمة على تمزيق النتيج الاجتماعي بسبب الطائفة وبسبب التفرقة العنصرية والطائفية.
السلطة أصبحت نتاج استحقاق طائفي وليست نتاج استحقاق على أساس الكفاءة وعلى أساس الإخلاص للوطن ولمتطلبات الشعب. لذلك فالشعب العراق وخصوصا شباب العراق أدركوا المصيبة الكبيرة التي حلت في العراق والتي ستؤدي إلى تفاقم أزماته. العراقيون يراقبون بكل ذكاء، الفساد سيستشري رغم الكلام عن والوعود بأنهم سيحاربون الفساد وسيقتصون من الفاسدين والمفسدين، لكن ما لكن الذي يرونه على الواقع أن المفسدون يتكاثرون والفاسدون يتكاثرون، ويرون أن الميليشيات هي التي تسيطر على الشارع وأصبحت تحل محل القوات الأمنية والقوات الحكومية. وارتباط هذه القوات وارتباط العراق بفلك الإيراني أصبح أكثر من ذي قبل. إيران أصبحت تسيطر تماما على العراق. فيما يخص دور الشباب، سأعود إليك أستاذ لبيد بعد فاصل قصير لنتحدث عن دور الشباب العراقي في مقاطعة انتخابات عام 2018. فاصل قصير ثم نكمل النقاش، كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نتحدث عن ملامح عراق ما بعد انتخاب عام 2018. وفيما يخص موضوع أستاذ حسين، الشباب يعني كيف تصف دورهم في هذه الانتخابات في اتساع نطاق رفض المشاركة في العملية الانتخابية هذه؟ يعني حقيقة الشباب العراقي في وضع عليه أستاذ علي، في وضع يعني فيها البطالة وفيها يعاني من أزمات كثيرة، ورغم كل هذا هو استطاع أن يثبت له أن يثبت دوره في الساحة السياسية سواء كانت في مجال المقاطعة أم في مجالات أخرى. أنا أعتقد الشباب العراقي يحتاج إلى تكملة مشروع وإلى بلورة مشروع يخدم الشباب العراقي ويبتعد عن المنظمات الخارجية التي بدأت تدخل إلى العراق تحديدا وإلى الشباب، يعني نقول أنه بدأت في عملية غسل دماغ للشاب العراقي من قضايا فكرية بعيدة كل البعد عن الثقافة العراقية وبعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم الإسلامية. مثل ماذا هذه؟ يعني مثل أنا لا أسميه، ولكن هناك أفكارا إلحادية دخلت من خلال منظمات إلى المجتمع العراقي، إضافة للأدوات الأخرى مثل الكبسلة والحبوب وغيرها. هذه لا نقدر نتكلم عنها، لكن نتكلم عن منظمات تدخل إلى المجتمع العراقي وتستقطب الشباب ومن ثم تسميه تعطي أي تسمية أخرى، سميه ما يسمي نفسه ما شاء، ولكن في هذه في أصل هذه الأفكار هي مخالفة للثقافة العراقية والقيم العربية والإسلامية، وهذه أخطر ما تكون. أنا أدعو الشباب العراقي ربما تكون هذه الأمور، يعني أستاذ حسين، هي من نتاجات الانتخابات السابقة، نتاجات العملية السياسية، إدخال المخدرات، نتاج غياب الحكومة الوطنية، نتاج غياب الحكم الوطني، نتاج غياب العدالة الاجتماعية، نتاج غياب يعني بالتالي هناك تثقيف، هناك مساواة في توزيع المال والاقتصاد لل هناك تثقيف شبابي متصاعد. نعم. من قبل الانتخابات وحتى الآن. نعم، هذا التثقيف في رفض وفضح السياسي. أنا أقولها على هؤلاء الشباب أن يقودوا هم الشباب، هم يتولوا الشباب وهم يتبنوا المشروع، لا أن تكون قوى خارجية
تسيطر عليهم ومن ثم من خلال الدعم ومن خلال أي شيء آخر. وتعرفون أنه اليوم العراق مفتوح على مصراعيه لقوى للمنظمات تدخل باسم منظمات إنسانية وإغاثية، وهناك منظمات استخبارية وهناك منظمات إيرانية وغيرها تستخدم الشباب. أنا يؤسفني أن الشباب العراقي عليه أن يحافظ أول شيء على قيم العراقية العربية الإسلامية ومن ثم ينطلق بمشروع وطني هو يحدد ملامحه وهو يتولى قيادته، لا يعتمد على الآخرين حتى لو نقصت فيه يد المال، يعني المال نقص في يده، ولكن مع هذا عليه أن لا يكون رهينة بيد الخارج. هناك نقطة مهمة أستاذ حسين، يعني نكمل موضوع ما تحدثت به عن حاجة العراق إلى مشروع وطني تحت سقف الدولة وبرعاية أممية. هذا فعلا ربما يحتاجه العراق، ولكن يعني هل حان الأوان للبدء بهذا المشروع؟ هل يجد هذا المشروع أرضية تسنده؟ نعم، أنا أعتقد دول كثيرة مرت مثل العراق ولجأت إلى هذه المصالحة الوطنية تحت سقف الدولة، منها السودان. تعرف السودان الآن تقسم، من جنوب السودان ندم على الانفصال، هاي قضية السودان. اجتمعوا المعارضة واجتمعت الحكومة، وليس الحكومة فقط بل البرلمان والرئاسة والمؤسسات الدولة جميعها، وهناك شخصيات لها قيمة اجتماعية كشيوخ وعلماء الآخرين، كل هذه اجتمعت من مشروع واحد وأقرت مشروعا واحدا للدولة وبدأت تتبناه. هناك البوسنة والهرسك، هناك دول كثيرة بدأت يعني عانت مثل العراق، معاناة العراق، ولكن علينا أن تكون لدينا إرادة في المصالحة، وهذه الإرادة هي الغايبة. والسبب ما هو؟ أنه القوى الخارجية، التدخل الخارجي هو سبب غياب الإرادة الوطنية. لأنه لو تكف عن القوى الخارجية، أنا قلت رعاية أممية وليست رعاية إيرانية ولا أمريكية ولا كذا، الأممية نحن جزء من الأمم المتحدة، لا بأس أن تكون مشرفة على هذا المشروع المصالحة الوطنية، ونذهب إلى مشروع مصالحة كبير يجتمع في ظل جميع العراقيين. يعني إحنا لا ننسى أن العراقيين متعدد المكونات، متعدد الأعراق، متعدد المذاهب، متعدد القوميات، كل هذا لابد من مشروع وطني. ماكو مشروع كردي يجمع العراقيين، ولاكم مشروع عربي فقط يجمع العراقيين، ولا مشروع وطني جامع. لا بد من مشروع وطني جامع يجمع جميع العراقيين، وتعتمد ما بعده إدارة الدولة على أسس المواطنة، لا على أسس الطائفة ولا أسس القومية، ولا هناك رح سوي إقامة، ولا هنا ممنوع عليك تدخل، ولا هذه كلها لازم نتجاوزها مع توازن في مؤسسات الدولة. اليوم مؤسسات الدولة وين فيها توازن؟ 90% من مكون و10% من مكون آخر، أو 5% من مكون آخر. هذا لا يمكن تكون مصالحة تحت هذا السلوك أو تحت هذا التصرف أو تحت هذا الواقع المريع. الواقع هو نفسه أستاذ لبيد، يعني هذا الواقع يتحدث عن عملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية، على المحاصصة العرقية والقومية وغيرها. يعني من وجهة نظرك هناك تثقيف شبابي لفضح السياسيين، فضح هذه العملية السياسية التي لم تجلب للعراقيين سوى الخراب والفوضى والدمار. هل ممكن أن يتطور هذا النشاط الشبابي للمطالبة بإقامة مشروع وطني جامع مثلا؟ نعم، هذه مسألة جوهرية بالحقيقة. بالنسبة للحركة الشبابية، الحركة الشبابية مرت بمراحل في العراق. في البداية بالحقيقة استطاعت، في بداية الاحتلال كان هناك انقساما واضحا فيما يتعلق بالموقف من الاحتلال، وكانت هناك التجاذب الطائفي كان شديدا في خلال الخمس الأولى التي عقبت الاحتلال. بعد ذلك، بعد أن ترسخت العملية السياسية على الأسس الطائفية التي مر ذكرها ومر العراق بأكثر من تجربة، ثم تبين فيما بعد أن هؤلاء السياسيون الذين قادوا البلاد قادوها من سيء إلى أسوأ، وأكثر المتضررين من هذه من العملية السياسية هم قطاع الشباب، لأنهم الشباب طموح ويأمل بأن يكون له مستقبل في بلده، يعني أن يدرس ويتعلم ويشتغل. لكن كل هذه الآمال بالحقيقة والأحلام تحطمت على يد الفاسدين الذين أداروا البلاد بسبب المحسوبيات الطائفية وبسبب الفساد أساسا. لذلك فالأمل معقود بعد الله سبحانه وتعالى على الطاقات الشبابية، لأنها هي الأكثر وعيا وهي الأكثر نشاطا وهي ذات المصلحة الحقيقية بالحقيقة في المستقبل.
المطالب لا لم فشلت المطالب في الحقيقة. الشباب والمتظاهرون والمحتجون جربوا أشكال المظاهرات وكانت مظاهرات بتونية في بعض الأحيان، واحتلوا المنطقة الخضراء واحتلوا كما نتذكر البرلمان، ولكن لم تثمر عن شيء. هذه المطالب كلها لم تثمر عن شيء. إذا يجب البحث عن وسائل جديدة في الحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل إسقاط العملية السياسية. يجب اقتلاع هذه الشجرة الخبيثة، يجب أن تقتلع من جذورها. إذا أبقينا جذور الشجرة لن ستنمو من جديد. لذلك الحل هو بإسقاط العملية السياسية برمتها، وإسقاط الدستور، وإنشاء دولة عراقية جديدة، دولة عراقية متحضرة تقوم على أساس المواطنة، لا على أساس أنه أنت شيعي إذا أنت ستكون رئيس وزراء، أنت سني ستكون رئيس برلمان، وأنت كردي ستكون رئيس الجمهورية. هذه الحقيقة هذا التقسيم بالحقيقة أصبح متخلفا، ولن يولد إلا الكوارث، ولن يولد إلا المشاكل، ولن يولد حلا أبدا. يجب إذا أن يبدأ كل القوى العراقية السليمة، سواء كانت قوى سياسية أو منظمات نقابية أو منظمات طلابية بمختلف أنواع المنظمات، يجب أن تقوم بعملية حوار وعمليات اتصال مفتوحة فيما بينهم من أجل الإعداد لعملية لثورة حقيقية بالحقيقة. الثورة هذه لا تعتمد لا على خارج ولا حتى إذا سمحت ضيفك الكريم ولا تعتمد على المنظمة الدولية أو الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تكون دائما منحازة للأنظمة بصرف النظر عما كانت، عما إذا كانت هذه الأنظمة كيف يمكن أستاذ لبيد اسمح لي فقط أتوجه بالسؤال للأستاذ حسين، يعني كيف يمكن إسقاط العملية السياسية إذا كانت مدعومة أمريكيا وبرعاية إيرانية، وهناك ميليشيات عملت أمريكا وإيران على دعمها وتثبيتها في العراق، وهناك أحزاب أيضا، فكيف يمكن للشباب أن يكون له دور أقوى من هؤلاء الذين بيدهم المال وبيدهم السلاح وبيدهم كل مقومات القوة؟ بكل صراحة في الوقت القريب غير ممكن. احنا لا نتكلم عن وقت، يعني خلال سنة وسنتين واربع سنوات وكذا، لا غير ممكن. الآن ولو كان هناك أيضا عملية يعني تقابلها مقابلة، يعني الحكومة لو تقوم بإصلاحات، إذا لا يمكن أن تحقيق شيء. ولكن نقول أمام المساوئ التي تسير وأمام العمل الإصلاح الذي يريده الشباب، فهو وقت طويل وطويل جدا، ليس بسنة ولا سنتين ولا عشر سنوات يمكن تغيير الواقع العراقي. لأنه هناك ما هو فرض شيء على العراق، وهو الإرادة الخارجية الأمريكية اللي فرضت. ومشكلة العالم كله أنه لو لم يكن الأمريكان هم المحتلين للعراق، كان ممكن فيها مجال للتدخل الآخر أو التعاون مع القوى الأخرى الدولية. يعني اليوم في سوريا سيدي جميع الدول تتدخل، لأنها تدخلت روسيا، ففرنسا تتدخل وأمريكا لكن في الشأن العراقي أمريكا هي تدخلت. هل وجدت دولة أوروبية تدخلت بالشأن العراقي؟ لا. هل وجدت روسيا نفسها قدرت تتدخل بالشأن العراقي؟ لا. دول عربية بس تبصم بالعشرة؟ لا. طيب وساسة موجودين بس يبصمون، والشعب بدأ يتعب وينتهك. فإذا ما بينه وما بين الإصلاح وقت طويل وطويل جدا. هذا وجهة نظري. يعني إيش أشوف؟ كيف تنظر إلى ذلك أستاذ لبيد؟ هل بالإمكان، يعني هل تتفق مع ما تحدث به الأستاذ حسين؟ نحن متفقون من حيث المبدأ على ضرورة التغيير بالحقيقة، والتغيير بالعراق ممكن، ولا نستطيع أن شخصيا لا أستطيع أن أضع سقفا زمنيا هل سيتم التغيير بعد سنة أو سنتين أو عشر سنين، لكن أنا أعتقد أن الشارع يغلي بالحقيقة، لأن الغضب والنفور من العملية السياسية ومن هذه الوجوه المتكررة التي تدير هذا البلد وتتسلط على مقدرات البلد وإرادة الناس، هذه ستتكرر، والناس اشمأزوا من تكرار العملية السياسية. لذلك فأنا أعتقد بأن العملية لن تطول، الخيبات أصبحت كثيرة بالحقيقة، وهم سيشاهدون أن التحالف الجديد سيكرر نفسه كما كان في السابق، ستأتلف هذه القوام الفائزة وستقود البلد وتكون تحت
سيطرة إيرانية. لا بل أضيف إليك بأن إيران ستراهن كثيرا على العراق في هذه المرة، لأنها تتعرض إلى ضغوطات تتعلق بالملف النووي وبالعقوبات الأمريكية الجديدة. لذلك إيران تريد أن تستخدم العراق كي تبتز به أمريكا وتبتز به الغرب وكل من يقف مع أمريكا في هذه العقوبات، وهذه من ناحية. من ناحية ثانية تريد أن تستخدم العراق وكل الأدوات المتوفرة لها في العراق وخصوصا الميليشيات لكي تستكمل مشروعها في سوريا الذي سيمهد الطريق لها للوصول إلى مياه البحر المتوسط، وتريد أن تضاعف دعمها لحزب الله اللبناني خصوصا بعد تقدمه في الانتخابات اللبنانية الأخيرة. لذلك الشباب يعي هذه المسألة، ولذلك فردات الفعل والاحتقانات ستزداد. وأنا أعتقد بأن عملية التغيير أو مقومات التغيير ستكون متوفرة جدا، وعلى القوى السياسية والمنظمات المنظمات سواء كانت سياسية أو المنظمات المستقلة والنظيفة يجب أن تستثمر كل هذه المقومات من أجل تعجيل عملية التغيير، من أجل إحداث ثورة حقيقية تزيل كل الجذور التي أدت إلى وصول العراق إلى هذا المستوى من الكارثة. هل يمكن التعاون؟ نحن أملنا كبير بأن الوعي سيزداد وأن الثورة الحقيقية ستحدث قريبا إن شاء الله. دور الشباب لا يزال يعني دور فاعل في ما يجري الآن على الساحة في العراق، وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هم يعني دعوا إلى رفض انتخاب السياسيين مرة أخرى، إعادة تدوير العملية السياسية مرة أخرى أو العملية الانتخابية مرة أخرى. يعني دعوا أيضا إلى التغيير الشامل. لماذا تستبعد أن يكون هناك تغييرا على أيدي الشباب؟ أنا لا أستبعد، أنا أقول الوقت طويل ولا يعني لا أنكر. يعني تستبعد المدة الزمنية؟ أي نعم أستبعد المدة الزمنية، لأن مقومات العمل يعني العمل الشبابي هذا يحتاج إلى أدوات، وهم لا يمتلكون هذه الأدوات، يحتاجون إلى دعم ولا يمتلكون هذا الدعم. في حين فيما يقابلهم هناك قوة منظمة عاتية جدا وتمتلك المال وتمتلك الدولة وتمتلك السلطة وتمتلك الدعم، فبالتالي يعني لا يوجد توازن في القوة ما بين يعني طموح الشباب وما بين إدارة الدولة وبين يعني الحكومة والبرلمان إلى آخره. فإذا ما بينهم وما بين الذي يتحدثون عن وقت طويل، إضافة لدخول، أنا ذكرت أنه دخول منظمات أخرى تحت غطاء الشباب إلى الشباب ومن ثم انحرافهم عن مسيرتهم. وأنتم لاحظتم أو ما أدركتم أنه لكل مسيرة يعني يخطى فيها القوى الوطنية تجد قوى أخرى تدخل إليها وتفسد عملها. فأنا لا أستبعد أيضا أنه تدخل قوى إقليمية أخرى وتفسد عملهم، وإيران جاهزة لمثل هذا الفعل، وحتى منظمات أوروبية جاهزة لأنهم حريصين على هذه العملية السياسية التي فرضتها أمريكا. فبالتالي لا نعول كثيرا، ولكن أنا لا أنكر أن الشباب بإمكانهم يغيرون، لكن لا يمتلكون الأدوات في الوقت الحاضر. كيف يمكن توفير الأدوات أستاذ لبيد للتغيير الشامل في العراق؟ هل ترى أن هذا الأمر هو من المنطق في الظرف الحالي؟ بالحقيقة الأدوات هي لا توجد أدوات فيزيائية بعينها يجب توفر أجل إحداث ثورة. الثورة هي تصنع نفسها من المعاناة ومن الأزمات. الأزمات هي المنفذ أو الغذاء الذي تنمو به تربة الثورات والانفجارات. المعاناة بالحقيقة وصلت إلى حد أقصى حدودها. العراق أصبح مدينا ب 140 مليار دولار، وإيران كما نوهت قبل قليل إيران سيزداد نفوذها في العراق، وكرامة العراقيين لا تسمح بأن يستخدموا من قبل إيران لتنفيذ مشاريعها الخاصة بها، مشاريعها ذات الصفة القومية الصفوية بالحقيقة. وأصبح العراقيين كلهم مدركون، معظم العراقيين أصبحوا مدركين لهذه الحقيقة المأساوية. هناك الآلاف من العراقيين يزوجون في الحرب الدائرة حاليا في سوريا، وهناك كثير من العراقيين يسخرون في عصابات تحت مسميات الميليشيات الطائفية، وهي التي تشحن في الأجواء الطائفية بما يؤدي إلى
اقتتال في صفوف الشعب الواحد. أعتقد أن العراقيين ذاقوا ما فيه الكفاية من الويلات ومن هذه التمزقات ومن هذا الاستغلال الذي يستغل دماءهم ويسترخص دماءهم من أجل تنفيذ أجندات خارجية. هذه مقومات في الحقيقة، مقومات كافية من أجل أن يثور الناس ويتمردوا على الواقع الراهن. أعتقد أن هناك مسألة مهمة بالحقيقة تقع على عاتق النخب، وخصوصا النخب السياسية والنخب النقابية. يجب أن تنفتح على الشباب، تنفتح على الطاقات النظيفة والحية في المجتمع من أجل تفعيل كل ما من شأنه أن يعجل الثورة والانقلاب على هذا الواقع الفاسد الذي أدى إلى كما ذكرنا كوارث أصابت الشعب العراقي في كل مكونات. إذن أستاذ حسين، أخيرا، ما ملامح عراق ما بعد انتخابات 2018؟ ما الذي ستنتجه هذه الانتخابات؟ أعتقد ستنتج نفس الحكومة، وإن تكلم بها سيد مقتدى الصدر بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، وهذا أنا أستبعده، وكل من يقول لك ستنشأ حكومة تكنوقراط في العراق لا يمكن أن أقبله، ولا العقل يقبله ولا المنطق يقبله، لأن هناك قوى حزبية طائفية وهناك قوى قومية عرقية شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد. من هو التكنوقراط الذي يسمح له أن يكون وزير وهذا الفائز يتفرج عليه؟ وكيف تكون حكومة تكنوقراط ووزيرها من حزب الدعوة؟ هذا غير ممكن. فتبقى نفس المسيرة تسير، ونفس مع غياب التوازن سيظل نفس الدور والفساد الليلة. نعم باقي الفساد، ونتأكد لولا طمعا بالفساد ما ترشح 9000 مرشح ودفع ملايين من أجل الفوز، وليس حبا لا في العراق ولا في خدمة العراق، بل حبا في المال الفاسد. وما صرف من أموال من المرشحين هو للحصول إلى المال الفاسد الأكبر. سيستمر الزخم والدور الإيراني كما هو؟ أعتقد سيستمر، وتكون والولايات المتحدة وإيران تمارسان دورهم في الحرب الباردة على الساحة العراقية، والعراقيين سيدفع الثمن. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك أيضا أستاذ لبيد الصميدعي الباحث والمحلل السياسي وعضو التحالف الوطني المعارض. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وإلى اللقاء.